Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل سرق القمح سرق النفط بالتعاون مع داعش والآن يسرق الأرقام هذا العنوان ولكن نجي اليوم إلى إدلب ترخص لها بكل طيب خاطر. دوي الاشتباكات بين خلايا داعش وعناصر قصد في أحياء غويران والزهور والمقبرة والفيلات يشي بأن الأمر أكبر من مجرد خرق أمني. نفذه مسلح داعش في أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم، عملية معقدة أطلقتها خلايا التنظيم اعتمادا على مفخختين لاختراق سجن الصناعة. فعلت الصدمة فعلتها أرباكا للحامية، سيطر معتقلون على بعض المهاجع وفر عشرات آخرون في أقل تقدير باتجاه الأحياء المجاورة وخصوصا المقبرة القريبة من السجن. لم تنفع التعزيزات الضخمة لعناصر قصد ولا سايش الكردية ولا تحليق الطيران المروحي للتحالف في وقف العملية. أكثر من 40 قتيلا خلال ليلة واحدة، نحو 16 من داعش و20 من عناصر قصد و5 مدنيين، وحركة نزوح ضخمة لمئات العائلات من الأحياء المجاورة بحثا عن الأمان. تداعيات العملية كبيرة وتتجاوز قدرة الوحدات الكردية على تحملها بالتأكيد، لتعيد طرح ملف معتقلي التنظيم لدى تلك الوحدات إلى الواجهة. 12,000 معتقل من داعش وعشرات الآلاف من عائلاتهم في مخيم الهول يشكلون قنبلة موقوتة على سوريا والعراق أولا ودول المنطقة والعالم بأسره. تهديد يفرض معالجة جديدة بدلا من الاستثمار السياسي فيها ومحاولات الاستفادة من هذه الورقة بغية تحقيق موارد مالية والظفر بمصالح سياسية ضيقة. استثمار أثبت فشله على مدى 3 سنوات منذ القضاء الرسمي على داعش. عشرات الدول بما فيها الأوروبية امتنعت عن إجراء أي اتصال سياسي مع الإدارة الذاتية الكردية لإطلاق سراح معتقليها، مما أبقاهم قنابل موقوتة على الأراضي السورية. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين. حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.